اهلا بيكم حبايبي اطفال مدرسه المنتزه الخاصه. النهارده ميعادنا مع فيديو جديد من مهمات عمل اليوميه. حبايبي اتعلمنا نعتمد على نفسنا. مهمتي النهارده هي ترتيب السفره. هتعلم اساعد مامتي وهي بتحضر الاكل، ادخل معاها المطبخ اساعدها وهي بتجهز لنا الاكل، اخد الاطباق احطها في المكان اللي هناكل فيه، اخد الاطباق بتاعتي واوديها مكانها وانا باكل. لازم ابقى شاطر ومعتمد على نفسي، نقعد كلنا ناكل مع بعض. خلي بالكم لازم اسمي الرحمن قبل ما اكل، اقول بسم الله الرحمن الرحيم واكل بايدي اليمين، ما افتحش بقي وانا باكل. خلي بالكم اكل من الطبق اللي قدامي بس، ما نفتحش بقنا ونتكلم كتير واحنا بناكل. وبعد ما نخلص اكل ناخد الاطباق ونرجعها المطبخ مع ماما. وقبل الاكل ما ننساش، قبل الاكل اغسل ايديا، اغسلهم بصابونه وميه، وبعد الاكل اغسلهم تاني واغسل بقي كمان واسناني. باي باي، اشوفكم في مهمه جديده.